السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، والله تمام. انت اخبارك عامل ايه؟ حبيبي حبيبي يا دكتورنا العظيم وهي متابع، والله وجودك الله معانا يخلي لك يا ست والله. الكل، يخلي لك ست الكل ويخلي لك كل محبين. اتفضل. كطفل عمر سنتين ونص احسن غذاء له مكمل غذاء. معلش لطفا كده، عيد مرة تانية. بتقول أطفال طفل عمر بيعمل إيه؟ سنتين ونص، عمر سنتين ونص، ايه يعني أنت دلوقتي عايز تعرف متمم أفضل، غذائي. يعني أنت دلوقتي بتسأل إيه هي أفضل أغذية لطفل عمر ايه افضل سنتين ونص؟ اغذية لإله؟ لطفل عمر سنتين ونص، سنتين ونص ثلاثة اعتبر. ثلاثة. هو عندك يعني الطفل دلوقتي ولا فين؟ طيب عندك؟ هو ابني، ايه ابني، يعني هو صحيا بخير ولا عنده مشاكل؟ لا الحمد لله صحيا بخير وكل شيء، بس انا بحب دائما اهتم فيه ابعد الحدود، فبدي دائما امشي له على نظام غذائي محدد 100%. يعني والله يا اخي بص، هو لو نيجي مثلا وليكن هنتكلم مثلا وليكن على انظمة، يعني لو هنيجي نتكلم مثلا وليكن عن أنظمة غذائية مناسبة مثلا وليكن للطفل، عايزين نتكلم إن مثلا وليكن يكون هناك أطعمة بروتينية، نتكلم عن الفواكه والخضروات، نتكلم عن منتجات الألبان، نتكلم عن الحبوب والنشويات. يعني لما نيجي مثلا نتكلم عن بشكل عام مثلا على الأطعمة البروتينية، نقول مثلا بيضة 60 جرام من اللحمة أو السمكة أو الفراخ في اليوم الواحد يعتبر كافي جدا بالنسبة مثلا وليكن لطفل مثلا على مدار اليوم. مثلا لو هنتكلم مثلا عن الطفل، نتكلم مثلا حصتين من الفاكهة في اليوم مناسبة برضو بالنسبة للطفل. بس أنا بتكلم على نقطة مهمة جدا بالنسبة مثلا وليكن للطفل عمره سنتين، أنت تلقائيا أصلا يعتبر دخلت له جميع أنواع الأكل، مثلا من بعد 6 شهور بدأت تدخل له أنواع معينة من الأكل، ومرور الوقت بدأت تزود لحد دلوقتي ممكن يكون بياكل كل حاجة، صح كده؟ صح تمام. صح هو بياكل كل حاجة. بياكل كل حاجه. فانا مثلا وليكن لو هتكلم مثلا وليكن هنتكلم مثلا عن البروتينات، نقول مثلا بيضه واحده يعني 60 جرام او 60 جرام مثلا من اللحمه او السمك او الفراخ في اليوم الواحد. نتكلم مثلا عن الفواكه والخضروات، نتكلم حصتين من الفاكهه في اليوم، الحصه يعني ثمره متوسطه او ثمره صغيره من الفاكهه يوميا. فهذا مثلا نقول ثمره من الفاكهه يعتبر في الفاك تعتبر مناسبه مثلا وليكن لطفل عمره سنتين ونص. نتكلم مثلا من 8 ل 5 معالق من الخضار يوميا، من 8 ل 5 معالق من الخضار يوميا يعتبر برضه مناسبة بالنسبة مثلا لكل سن. نتكلم مثلا عن الألبان أو منتجات الألبان، نتكلم من كوب ل 2 كوب من الحليب يوميا يعتبر برضه مناسب. نتكلم مثلا بالنسبة نتكلم عن الحبوب والنشويات، الحبوب والنشويات نتكلم من معلقة ل 3 معالق من الرز أو المكرونة يعتبر برضه معدل طبيعي.